بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، أقام النادي الدبلوماسي السوري إفطاراً خيرياً بمساهمة جمعية البلادي ومؤسسة المرأة الأم في فندق الشيراتون بدمشق. نشاطات النادي دائماً خيرية، والنادي مؤلف من سيدات المقيمات بسوريا، زوجات السفراء أو القائمين بالأعمال أو أي منظمة دولية. عنا نحن دائما يعني هدف انه نزور الجمعيات ونشوف فعلا شو شغلهم، لحتى يكون هو يلي بدنا نقدر نعمل ريع لإلهم. بنفس الفرصه بيكون انه هالسيدات الدبلوماسيات عم بيقدروا يشوفوا شو الاشغال والاعمال يلي عم تقدر الجمعيات تسند فيها المرأة السورية بشكل خاص، لأنه هلأ نحن هذا الريع اليوم لجمعيتين هن تدعم عمل السيدات. كل سنة بنساوي بازار وبنساوي فطور خيري، هالسنة الفطور الخيري اليوم عاملينه ولمساعدة هالسنة المرأة، ففي جمعيتين الريح حيكون لجمعيتين، جمعية لبلادي وجمعية الأم الأمة. وبالسابق عملنا كتير كمان ايفنت، وكان الريع لمساعدة السنة الماضية كان لجمعية آمال للسمل والبكم وفي جمعيات تانية، فهالسنة الجمعية الريع حيكون لمساعدة جمعية نسائية. النادي يضم زوجات الدبلوماسيين المعنيين في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى دبلوماسيات وأعضاء من منظمات دولية أخرى، والذي يهدف إلى جمع تبرعات للجمعيات المساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة. علاقتنا مع النادي الدبلوماسي السوري، نادي عم يهتم بالجمعيات التي تعنى بتمكين المرأة، وبالتالي كان الاستهداف لجمعيتنا اللي هي إحدى الجمعيات العاملة على الأرض السورية في هذا المجال. حقيقة له عدة أهمية. أول شيء التشاركية مهمة جدا في العمل، كل ما كان في تشارك بين الجمعيات بمختلف مجالاتها وأعضائها، هذا بيزيد من الدافع للعمل أكثر، بيزيد من الإمكانيات لتمكين أكبر عدد ممكن من النساء المحتاجات لتمكين. النادي الدبلوماسي حيدعمنا مشان نحن ندعم المشاريع الصغيرة، مشان نوصل للمرأة أكثر وللأم أكثر، لأنه هي اللي عم تربي أجيال وهي اللي عم تعتني بالأجيال، هي مثل المرأة هي أمي وهي عم تدير بالها على الأولاد وعلى إنشاء المستقبل. فنحن كتير كنا حابين إنه دعم من المؤسسات مشان النادي الدبلوماسي دعمنا الحمد لله. I would like to thank the diplomatic club for making us part of this charity campaign. نحن منحب نتشكر جميع الأعضاء والمساهمين بهذا اليوم العظيم، ونحن كتير منفتخر ومبسوطين إنه موجودين معكم، ونحن دائما منساهم بجميع الأعمال الخيرية خاصة عنا بالمدرسة الباكستانية، ومنتشكر سعادة السفير والسفارة الباكستانية أكيد لدعوتنا لمشاركتنا هون معكم. Of such kind of activities as a bison head. خلال 26 عاما قام النادي بالكثير من الحملات الخيرية والتي يتم توزيع كل عائداتها على الجمعيات المستحقة ضمن الأراضي العربية السورية.